In this chapter of cardiovascular system, we are trying to discuss first the properties of cardiac muscle, physiological properties of cardiac muscle. هنبتدي بأول property اللي هي excitability يا أولاد. فكلمة excitability احنا already كنا خدناها قبل كده في النيرف وفي المسل، فهي بتناقش أو بتعمل definition. It is the ability of the cardiac muscle to respond to an adequate stimulus أو threshold stimulus by generation of action potential ويتبعه followed by mechanical contraction. وهنا الـ electric basis for excitability نمرة واحد بيبقى في حاجة اسمها transmembrane resting potential، بيبقى من minus 80 ل minus 95 ملي فولت للـ cardiac muscle. أما الـ conductive element بيبقى من ناقص 90 لناقص 100. الاكشن بوتنشال الفيزز بتاعته زي ما هنشوفها في السلايد اللي بعد كده. اول حاجه دي بولاريزيشن، بتبتدي بحاجه اسمها رابيد اب ستروك اوف اكشن بوتنشال من ناقص 80 الى زائد 20، وهنا بنقول ان دي بنسميها رابيد دي بولاريزيشن فولود باي الريفرسال اوف بولاريتي لحد زائد 20. الري بولاريزيشن هنا بقى بتمر بثلاث مراحل، أول حاجة سمول ولكن فاست ري بولاريزيشن، وبعد كده حاجة اسمها بلاتو أو سلو ري بولاريزيشن، ثم رابيد أند لارج ري بولاريزيشن. السلايد هنا بتورينا الفيجر بتاع الأكشن بوتنشال أوف كارديك ماسل، وبيمر بدي بولاريزيشن زي ما قلنا بالفاست صوديوم شانل، ثم البلاتو ستيت اللي هي كالسيوم إنفلوكس مع صوديوم انفلكس بيساوي بوتاسيوم اوتفلكس، وبكده بيثبت الممبرين شويه، وبعد كده ريبولاريزيشن ثم الريفراكتوري بيريود واحده ابسوليوت ثم ريلاتيف. ريليشن بتوين اكشن بوتنشال اند ميكانيكال كونتراكشن، هنا بنلاحظ ان الكونتراكشن او سيستول كوزد باي كالسيوم انفلكس، وبالتالي بتبتدي شورتلي بعد الدي بولاريزيشن في مرحله البلاتو يا اولاد، لان احنا قلنا في البلاتو بيبقى فيها كالسيوم انفلوكس وبتنتهي بنهايه البلاتو. اما ريلاكسيشن اوف ذا كارديك ماسل كوزد باي كالسيوم ري ابتيك تبتدي مع الرابيد ري بولاريزيشن بعد البلاتو، وبتلاست اباوت دبل ذا تايم او الوقت بتاع اللارج فيز اوف ري بولاريزيشن، وكل الميكانيكال ريسبونس سواء السيستول او الدايستول بيستمر 1.5 مره as long as the action potential. وهنا الكيرف تحت بيورينا العلاقة بين الكونتراكشن والريلاكسيشن والكيرف بتاع الاكشن بوتنشال. طيب لو حبينا نناقش ايه هي الفاكتورز affecting excitability، فنمرة واحد temperature، طبعا اي زيادة في التمبريتشر زي حالات الفيفر مثلا هتزود الميتابوليك بروسيسز اوف ذا كارديك ماسل سيل، هتزود الاكسايتابيلتي وتقلل الوقت بتاع الاكشن بوتنشال. كلمة تقلل الوقت دي مهمة لأنها معنى كده إنها هتقلل الـ duration of absolute refractory period. Severe cooling هيضيع الـ excitability خالص، و severe heating كمان هيدامج the cell. الـ autonomic nervous system الـ variations أو العوامل المهمة اللي بتأثر الـ excitability، الـ vagal أو parasympathetic بيقلل والـ sympathetic stimulation بيزود. تأثير الـ pH يا أولاد moderate alkalosis لأنها مرتبطة بنقص أيونات الكالسيوم، هنا هتزود الإكسايتابيليتي، و المودريت أسيدوزس تقلل عكسها طبعا، وإكسسيف تشينج في الـ pH سواء بالكالوزس أو أسيدوزس هتقلل. الإفكت أوف هرمونز أند دراجز، هنا بقى الإفكت أوف هرمونز ودراجز، عندنا الهرمون زي الثيروكسين بيزود، الدراج زي الكافيين اللي موجود في القهوة بيزود الاكسايتابيليتي، الايونيك تشينج، الصوديوم ايون، نقص صوديوم ايون في الاكسترا سيلر فلويد هيقلل الامبليتيود اوف اكشن بوتنشال عشان نقص الدي بولاريزيشن، وكده هيقلل الاكسايتابيليتي، يبقى علاقة طردية. الكالسيوم ايون انترفير مع الصوديوم عن طريق الريبالشن، انه بيعملوا تنافر على بوابات الصوديوم، وهنا بنلاحظ ان الكالسيوم لو زاد هيحصل نقص كاردياك اكسايتابيليتي عكس يعني، ونقص الكالسيوم كونسنتريشن في الاكسترا سيلر فلويد هيزود الاكسايتابيليتي. البوتاسيوم اينز يا اولاد، هنا زياده البوتاسيوم في الاكسترا سيلر فلويد هتقلل بوتاسيوم اوت فلكس، لان انت قللت الجريدينت، قللت الديفرنس، تمام، وده هيقلل الريستنج ميمبرين بوتنشال
وده هيدي state of partial depolarization، وبالتالي هيزود الاكسايتابيلتي. يبقى علاقة طردية بين البوتاسيوم والاكسايتابيلتي. نفس الكلام، نقص البوتاسيوم الموجود في الاكسترا سيلر فلويد هيزود البوتاسيوم outflux عن طريق زيادة الكونسنتريشن جريدينت، وده يزود الريستنج ميمبرين بوتنشال، هيدي state of hyperpolarization يعني يقلل الاكسايتابيلتي. other factors زي الاسكيميا، نقص blood supply او الهايبوكسيا، نقص الاكسجين او البكتيريال توكسين، كل ده يا اولاد هيقلل metabolic processes of cardiac muscle cell، يقلل الاكسايتابيلتي. طيب البروبرتي الثانيه اللي هي الريثمتيتي او الاوتوماتيسيتي، هي الديفينيشن الاول ability of the heart to initiate its own beat continuously and regularly، وهنا independent of nervous connection، ولكن can be modified by nervous and hormonal factor. والبروبرتي اوف ريثمتيسيتي از ا ريزلت اوف اوتوماتيسيتي. هنا لو خدنا قلب وطلعناه بره انيمال اكسبيرمنتال انيمال وحطيناه في فيسيولوجيكال سلاين، درجه حراره مناسبه واكسجينيشن، هيبيت القلب، هيتن ويدق يا اولاد، وهي دي اللي بنقول عليها الريثمتيسيتي او الاوتوماتيسيتي. طيب الاوريجين اوف ذا كاردياك امبلس، تطلع منين الكاردياك امبلس بالاوتوماتيسيتي؟ كاردياك امبلس بتبقى انيشيتد في اوتوماتيك سيلز زي الاس اي نوت، ودي بتفاير من 90 ل 110 في الدقيقه، وده الهاي ستريت، عشان كده القلب بيتبع. تمام، دايما الهارت اوبي ذا فاستست ريتم، وبنسميه البيس ميكر الاس اي نود. اما الاي في نود ده 60 في الدقيقه موجود، لكن دوره مش باين لانه اوفر رايد بالاس اي نود. وفي البركنجي فايبر دي 30 بير مينيت، فنتريكولر ماسل او الايديو فنتريكولر دي من 20 ل 40. وهنا الايديو فنتريكولر ريتم بيحصل لو الاس اي نود والاي في نود بيبقوا دامجد اوفر أو inhibited by vagal stimulation. الأكشن potential بتاع الأوتوماتيك سيلز، هل في فرق بينه وبين الأكشن potential بتاع الكاردياك ماسل؟ أيوة. أول حاجة resting membrane potential بتاع البيس ميكر تيشو بيبقى minus 60 مش ناقص 80، أقل من الأذر. تمام؟ والresting membrane potential نمرة 2 بيبقى unstable، وبنسميه pre-potential بيس ميكر potential. والاكشن بوتنشال هاز نو بلاتو، يبقى القليل تمام في الريستنج ميمبرين ناقص 60 قريب من الفايرنج ليفل، وان ستيبل بيفاير اوتوماتيك باي اتس اون سيلف، وبنسميه البري بوتنشال، وكمان نو بلاتو. بري بوتنشال ايه حكايته؟ ده سلو دايستوليك دي بولاريزيشن بيقع ما بين الاكشن بوتنشال when reaches the firing level، بيحصل spontaneous regular action potential بيبقى generated، يبقى ده قبل الاكشن بوتنشال. ايه سببه؟ due to continuous sodium influx، وهنا عن طريق slow sodium channel مش الفاست. الفاست بتعمل الفاست rapid depolarization، ده pre potential، حته صغيره قبل البوتنشال عن طريق slow sodium channel. and نقص potassium outflux، وعشان نقص البوتاسيوم permeability هيقلل البوتاسيوم efflux، هيقلل الممبرين potential causing depolarization. since this effect occur during diastole، وبالتالي سموه diastolic depolarization، ده الاسم التاني بتاع البري potential diastolic depolarization. شكله ايه؟ شكله في الفيجر اللي قدامنا ده، احنا شايفين اهو البري potential، الجزء اللي هو قبل الاكشن potential بتاع الاوتوماتيك سيل بتاع الاس اي نود اكشن potential، وهنا ادي slow depolarization، وبعد كده زياده الكالسيوم permeability او صوديوم influx، وبعد كده نقص كالسيوم، ثم بدايه البوتاسيوم permeability outflux، ويتبعه الاخر. ايه العوامل اللي بتاثر في الريثمسيتي يا اولاد؟ بيسميها chronotropic effect. اول حاجه temperature، لو moderate warming زي الفيفر هيزود الميتابوليك اكتيفيتي بتاع الاس اي نود، وده دايركتلي هيزود السلوب بتاع البري بوتنشال اللي هي الميل، زاويه الميل تعلى يوم يوصلوا فايرنج ليفل بسرعه، يوم يزود الريسماسيتي. اكسسيف وارمنج بقى وكولينج على العكس بيقلل لانه بيدمر. نيرفس فيجل باراسمباثيك، هنا هيدي نقص في الهارت ريت، بيعمل براديكارديا، وذيس افكت از كوزد باي اوبننج اوف بوتاسيوم شانل، مور بوتاسيوم بيرميبيليتي، مور بوتاسيوم اوتفلكس، ونقص في الكوندكشن اوف كالسيوم، هيقلل كالسيوم بيرميبيليتي، ليس كالسيوم انفلكس، الاثنين هيعملوا هايبر بولاريزيشن، يعني يبعدوا عن الفايرنج ليفل. وبالتالي السلوب بتاع البري بوتنشال بيقل يا اولاد، ديكريز ذا ريت اوف فايرنج، يعمل براديكارديا او ديكريز في الهارت ريت، تبقى نيجاتيف كرونوتروبيك يعني. اما السمباتاتيك بقى على العكس، ات ليد لانكريز في الهارت ريت، تاكي كارديا، ذا افكت از كوزد باي نقص بوتاسيوم بيرميبيليتي وزياده كالسيوم بيرميبيليتي،
وهنا هيزود السلوب زاويه الميل بتاعه البري بوتنشال، هيزود الريت اوف فايرنج، يعمل تاكيكارديا او زياده في الهارت ريت او بوزيتيف كورونوتروبيك افكت. طيب السلايد دي بتناقش الافكت اوف بي اتش تشينج لو في مودريت الكالوزيس، لان الالكالوزيس قلت لكم قبل كده بتقلل نسبه الكالسيوم بالاكسترا سيلولر فلويد، هتزود الريسميسيتي، والاسيدوزيس عكسها تقلل الريسميسيتي. طيب افكت اوف هرمونز ديجيتاليس، ده دواء بيستخدم في علاج الهارت فيلير، بيقلل الريسميسيتي والكوندكتيفيتي، وهنا بيعمل ديبريشن في النودال تيشو and produces an effect like that of the vagus nerve stimulation، وكأنك شغلت الباراسمباثيك بالظبط على الافي نود. وهنا الديجيتاليس بيزود المايوكاريال كونتراكتيليتي، يعني بيعمل حاجتين عكس بعض، يقلل الهارت ريت ويزود الكونتراكشن، يعني نيجاتيف كرونوتروبيك وبوزيتيف اينوتروبيك افكت، وعشان كده بنستخدمه في حالات الهارت فيلير بنجاح يا اولاد، يعني مهم قوي نستخدمه في الهارت فيلير. فاكتور الخامس الافكت اوف اكسترا سيلر ايونز، الكالسيوم زيادته هيقلل الريسميسيتي وبيقوي الكونتراكتيليتي، وبيساعد جدا الكونتراكشن اوف ذا هارت، بنسميها فيفر ذا سيستول، اند ماي ليد تو ستوبج اوف ذا هارت ان سيستول، بنسميها كالسيوم رايجر، ده لو زاد قوي. عشان كده واحنا بنحقن كالسيوم لاي واحد في الوريد بنديه سلو انترفينس عشان ما يعلاش جامد، يوم ممكن يوقف القلب ويعمل لنا هنا يا ولاد بنتكلم على الافكت اوف اكسترا سيلر ايرون، كالسيوم زي ما قلنا لو زاد هيعمل ديكريز في ريسميسيتي، تمام، اما اللو كالسيوم هيزود الريسميسيتي. البوتاسيوم زيادته هيقلل السلوب وبالتالي يقلل الريسميسيتي، ونقص البوتاسيوم يزود زاويه الميل بتاعت البري بوتنشال يزود الريسميسيتي. other factors زي الاسكيميا، نقص البلاد فلو تو ذا هارت او البكتيريال توكسين، كل ده بيقلل الاوتوماتيك تيشو اللي هي البيس ميكر تيشو، والسيفير اوكسجين لاك او كربون دوكسيد اكسس ممكن يقلل الريسميسيتي. ثانك يو.